مساء الخير. القضاء على رأس الإرهاب مستمر من رأس بعلبك، حيث القصف المدفعي المركز للجيش اللبناني على مراكز الإرهابيين الذين أصبحوا بين خيارين، فالجيش من أمامهم وحزب الله مع الجيش السوري من خلفهم، ولا بحر يحيط بهم، فأين المفر؟ وتضع داعش قوتها في صواريخ تطلقها بين الحين والآخر على أطراف بلدة القاع من مواقعها في جرود القاع ورأس بعلبك، وهي تلجأ إلى رمي الصواريخ كلما صرخت من ضربات الجيش التي غالبا كانت دقيقة ومباشرة. وهذه الدقة في إصابة الهدف تعود إلى العين الأمريكية، حيث الولايات المتحدة ترتكب مبادرة تعد أولى الإيجابيات في تاريخها العسكري، وتمنح بموجبها الجيش اللبناني إحداثيات عن العدو الإرهابي الذي أصبح مشتركا. فتكنولوجيا أمريكا التي حجبت عن لبنان في زمن الاغتيالات موضوعة اليوم في تصرف الجيش. هي حرب عن سابق ترصد، إذ تعرف القوات الأمريكية عبر السماء المفتوحة أماكن ومخابئ داعش، وإن لم تقصفهم في السابق من فوق الرمادي وعين الأسد وتدمر ودير الزور، فلأن عينها السياسية كانت تنظر إلى حماية الإرهاب وليس إلى القضاء عليه. وعندما تتقصد أن ترى، فإنها كانت تأتي بالمطلوب الإرهابي من أحضان حورياته، كما حدث لأبو سياف مسؤول نفط داعش في شرقي سوريا قبل عامين. اليوم تبدلت الأحوال وجنحت أمريكا نحو إعادة الهيكلة في التعامل مع الإرهاب، وقررت ضمنا أن حربها لم تعد تستهدف إسقاط النظام في سوريا، وسبقها إلى هذا الخيار المكرونية الفرنسية والفهرير الألماني. وعليه فقد تأخر كثيرا وزير الخارجية السعودية في تسلم الرسالة الدولية، أو لعل الرسالة وصلت إليه عبر التلكس، فهو عندما أبلغ منصة الرياض في المعارضة السورية أن الأسد باق وابحثوا عن رؤية أخرى للحل، فإنما كان يقرأ في الحرف الأمريكي والأوروبي ويتعامل مع الواقعية السياسية الجديدة دوليا التي ألغت المساعدات للمعارضة المسلحة ورفعت عنها الحجاب. والخط الأمريكي الواقعي يتجه إلى أبعد من ذلك، بعدما سحب الأمريكيون أصدقائهم المعارضين من التلف عند الحدود العراقية السورية، فيما سيطر الجيش السوري على السخنة، وأصبحت بموجب ذلك مناطق داعش في دير الزور والبوكمال والإمساك بالحدود السورية العراقية مسألة وقت، وبالتالي يتم تأمين الطريق من طهران إلى بغداد فدمشق. وأول الرقص مع الأمريكيين حنجلة، إذ إنهم باركوا الحرب على الإرهاب من منصة لبنان عندما غضوا الطرف عن تحرير حزب الله لجرود عرسال، ولو استطاعوا لهتفوا لبيك يا نصر الله. والجيش يرد بقصف مواقع التنظيم، واجتماع استثنائي للمجلس السياسي للتيار الوطني الحر في رأس بعلبك. هدوء حذر لف جرود رأس بعلبك والقاع صباحا، لتعاود مدفعية الجيش عصرا قصفها المركز والمكثف على مواقع الإرهابيين في جرد الفاكهة ورأس بعلبك، بعد سقوط أكثر من 7 قذائف في إخراج بلدة القاع، مصدرها مجموعات تنظيم داعش الإرهابي في جرد القاع. الهدوء البقاعي خرقته السياسة بزيارة وزير الخارجية جبران باسيل لمقر اللواء 9 في اللبوي قبل التوجه إلى رأس بعلبك، حيث رأس اجتماعا استثنائيا للمجلس السياسي في التيار الوطني الحر. بظروف طبيعية اللي يحصل أنه الجيش اللبناني يكون عم بيخوض معركة تحرير أرض لبنانية، بس ليه عم نحتفل؟ بس قبل ما نحتفل بالنصر وبالتحرير عم نحتفل بمجرد أخذ القرار، لأنه القرار كان غايب. ليعود وينتقل وفد التيار إلى القاع الحدودية، وهناك التقى باسيل أمهات شهداء القاع قبل أن يضع إكليلا من الزهر على نصب شهداء البلدة. اليوم عم نستعيد قرار لبناني صافي بتحرير أرض لبنانية. أنتو يلي حملتو، أنتو يلي ضحيتو، أنتو يلي سقط على أرضكم شهداء ودفعتوا الثمن عنا، أنتو هيدي الأمات والأخوات والبنات يلي بكيتوا عنا كلنا سوا، يلي حملتوا عنا كلنا سوا، كنا نطلع لنعزيكم لحظة أو نهار، بس أنتو كنتوا عم تبكوا وتتألموا كل نهار. أنا
قلت مرة إذا أنتوا بتهزوا هون نحن منرجف تحت. أنتوا هلأ بقلكم أنتوا إذا بتدمعوا هون نحن بنبكي تحت. هدوء ميداني بعد 3 أيام من المواجهات وترقب لهدوء يسبق عاصفة تحرير الجرود. حسان الرفاعي، قناة الجديد. الحزب السوري القومي الاجتماعي يكسر الحدود معلنا خوض معركة تحرير جرود رأس بعلبك. آليات مجهزة، أسلحة على أنواعها، من حضر متحمس وجاهز لتلقي إشارة التحرك، ومن غاب حضر على صورة شهيد. هم أبناء المنطقة والمنتمون إلى ما يعرف بنسور الزوبعة التابعة للحزب السوري القومي الاجتماعي في رأس بعلبك والقاع. نحن دور يعني مش رح يكون إسناد بالمعركة القادمة، دور اقتحام وتقدم وتثبيت وكل الأنواع اللي يعني بيتطلب الجو على الأرض بدنا نحن عم نشتغل عليه وجاهزين تدريبيا والعالم أهلي تدريبا على أعلى المستويات. طبعا كافة أنواع العتاد العسكري لخوض معركة هو موجود، القدرات البشرية كلها مؤهلة تأهيل كامل وشاركت يعني تدريبيا ومشاركة بكل المعارك اللي صارت بسوريا، وأثبتوا خلال هذه المعارك أنه لهم دور كتير فعال ومهم على الأرض، وكان في إشادة بهذا الدور من كل السلطات وكل الناس اللي قاتلت معنا. دخول الجيش المنطقة لم يلغي دور شباب القومي في جرود تمتد إلى العمق السوري حيث معركتهم الأساس. احنا هاي المنطقة صارت منطقة يعني الجيش هو خاضع لسيطرة الجيش اللبناني، ومهمتنا رح تكون نحن والجيش السوري من الناحية السورية باتجاه الجرود كفك ككماشي باتجاه القوة الموجودة من داعش والإرهابيين الموجودين بعدهم في هاي المنطقة بين رأس بعلبك والقاع بجرودهم فوق. الشباب يلي حيطلعوا من النقطة اللي نحن موجودين فيها ولا هني موجودين بسوريا؟ نحن بنشترك من كل النقاط يعني من هون ومن هونيك من كل الميلات مشاركين بهالمعركة. العتاد الموجود كله بيتحرك بهذا الاتجاه لحتى نستكمل المعركة ونخلص هذا الجو الموبوء الموجود بهالمنطقة. حتى في القاع تجهيز على أعلى مستوى تحسبا. دور اللي بيلعبه الحزب السوري القومي الاجتماعي بالقاع هو خط دفاع تاني بانتظار أوامر قيادة الحزب بالتحرك لأي منطقة. نحن بالتنسيق بين مع قيادة الجيش عم نلعب هذا الدور اللي هو تكامل بين الجيش والشعب والمقاومة. هم كغيرهم يعملون بصمت، لا نعرفهم إلا عندما يستشهدون. تملأهم الحماسة للمشاركة في تحرير الجرود، وهدفهم الأبعد إسقاط ما يرون أنه حدود وهمية. حسان الرفاعي، قناة الجديد. الجديد تتابع ملف الأدوية وتكشف عن مراسلات داخل مستشفى رفيق الحريري الحكومي. تتشعب الاتهامات الموجهة إلى منى البعلبكي في قرار الهيئة العليا للتأديب. الاتهام الأول هو استبدال أدوية براند بأدوية جينيريك من دون الرجوع إلى الطبيب المعالج ومن دون إجراء تقييم فني للدواء. فهل كانت رئيسة قسم الصيدلة تتفرد في اتخاذ قرارات بتبديل الأدوية؟ هذا قرار مجلس أمناء مستشفى رفيق الحريري الحكومي والصادر عام 2005 أي قبل افتتاح المستشفى رسمياً. يعطي القرار الصلاحية لصيدلية المستشفى باستعمال الدواء المتوفر لديها بصرف النظر عن أمر الطبيب على أن يكون جينيريك للدواء أي التركيبة نفسها. وهذا قرار ثان صدر عام 2005 أيضا يلزم الأطباء بوصف الأدوية بأسماء للجينيريك أو اختيار البراند الموجود في المستشفى. ما في دواء يستعمل دون إشراف طبيب بيعرف شو هو وبيعرف شو إمكانيات هالدواء، وإذا في منه سايد افكتس أو في منه حساسية أو شيء بيعرفهم وبيعرف يعالجهم. وقد حصلت الجديد على مراسلات داخلية تثبت أن إدارة المستشفى كانت تستخدم أدوية جينيريك بدلاً من البراند وتقوم بتغيير أسماء الأدوية في الجداول المرسلة إلى الضمان الاجتماعي. هذه إحالة من قسم الصيدلة بعد توقيف منى البعلبكي عن العمل.
نفيدكم علما بأن الدواء تارجوبلانين كان غير مدرج في لائحة أدوية الضمان الاجتماعي، فكان يستبدل بدواء تيكوبلانين. إنه أخذت الإجراء لما سمعت فيه هذا وقفتها وسلمتها للتحقيق، وتاني شيء إنه بدي طمن الناس إنه ما الموضوع موضوع نوعية الدواء، الموضوع كان بالكميات الدواء اللي فرقت بين جردة بين يوم ويوم. في تقرير المفتش المالي ميشيل ديب تشير هذه الفقرة إلى وزير الصحة آنذاك محمد جواد خليفة بالقول: بتاريخ 21/1/2010 أحيل الملف إلى التفتيش لضمه إلى التحقيق، فتم على أثره الطلب من وزارة الصحة معلومات عما إذا كان دواء سيتوكريستين مسجلا لديها، فتبين أنه غير مسجل في وزارة الصحة العامة ولا يوجد ملف له في دائرة الاستيراد أصلا، وأن شركة يونيفارم أدخلته إلى لبنان بناء لتوقيع وزير الصحة العامة خلافا للأصول. لكن خليفة يؤكد للجديد أن ما قام به هو وفق الأصول ومن ضمن صلاحياته، وأن دواء البراند فانكريستين لم يكن يستورد آنذاك، فأذن بإدخال السيتوكريستين وهو الجينيريك. أما القاضي مروان عبود رئيس الهيئة العليا للتفتيش فقال للجديد إن استبدال دواء براند بآخر الجينيريك هو أمر مسموح به قانونا، لكن المخالفة حصلت لأن المستشفى لم يكن يعلم المريض بهذا الإجراء. الملف إذن متشعب، والجديد مستمرة في كشف الوثائق التي حصلت عليها في التقرير التالي. فتون رعد، قناة الجديد. مزرعة أبقار غير مرخصة من المحافظ تضرب بالقانون عرض الحائط. هكذا تمر الأبقار على ظهور الشاحنات في قاقعية الصنوبر قضاء الزهراني في طريقها إلى المزرعة التي يملكها أصحاب ملحمة النابلسي في العقبي في المنطقة نفسها. هذه المزرعة غير مرخص لها وشيدت خلافا للقانون وتشكل ضررا بيئيا وصحيا بأبناء القرى المجاورة. المزرعة صرنا تقريبا من سنين عم نعاني من روائح مميتة. أنا شخصيا شاركت بجلسة عند المحافظ لبنان الجنوبي، وقال إنه هيدي المزرعة منا قانونية ولا ممكن تصير قانونية. شكاوى عدة رفعت إلى محافظ لبنان الجنوبي منصور ضو، الجهة المخولة إعطاء الترخيص، وهو الذي أصدر قرارا بإقفالها بالشمع الأحمر منذ عام 2015، إلا أنها لا تزال تعمل. بلدية تقدمت من وزارة البيئة ومن محافظ لبنان الجنوبي، تقرر إقفال المزرعة الموجودة على أرض الواقع دون أي مسوغ قانوني. هونيك صار بلدية عيد صنوبر طلبت من قضاء العجلة، تقدمت بأمر على عريضة، صدر على أساسه قرار بإقفال المزرعة بالشمع الأحمر. بعد صدور القرار استحصلت المعنيين بالمزرعة على موافقة على الترخيص ومش على ترخيص أبدا من وزارة البيئة، على أساس هالموافقة باعتراض قدام القاضي اللي أصدر القرار بالإقفال، وبعد مجريات محاكمة طالت لما يزيد عن السنة صدر القرار من قاضي الأمور المستعجلة بقبول الاعتراض والرجوع عن القرار الأساسي دون التطرق لقرار المحافظ. واجهنا أصحاب المزرعة فأكدوا امتلاكهم ترخيصا من وزارة البيئة، لكنهم اعترفوا بعدم حيازتهم ترخيصا من المحافظ بذريعة وجود مزارع أخرى غير مرخص لها أيضا. الأمر واقع، هذه المزرعة هي مفتوحة، أمر واقع صارخ، وبموافقة من وزارة البيئة ومن خبر البيئيين المكلفين على وضع المزرعة. إيه عشان هيك قمنا بدعوة، تحول الملف من إدارة المحافظ مع أنه قراره إداري على القضاء. بس أنتوا بهالفترة كنتوا فاتحين. ما نحن بعد مفتوح المزرعة. ما هو المحافظ عطاكم مهلة شهر. عطانا مهلة شهر لتسكرها، نحن ما قبلنا بالموضوع إنه مهلة شهر لتسكرها. بس قبل يعطيكم ترخيص ضل مفتوحة. ما هو ما بيعطينا، ما مخول هو يعطينا ترخيص، نحن ما نروح على البيئة وعلى الصحة وعلى الزراعة لهو آخر شيء، بس يكونوا معك هو ثلاث وراء هو مفروض يعطيك رخصة. بس نحن بهذا الوقت اللي نحن فيه صار معنا شكوى على ساعات المحافظ وعلى البلدية، في أكثر من 12 مزرعة حواليها مخالفين معهمش رخص. فضلا عن مزرعة قعقعية الصنوبر، فلآل النابلسي أنفسهم مزرعة في البيسري قضاء الزهراني، حيث أجرينا المقابلة وتبين أنها غير مرخص لها وأن هناك قرارا بإقفالها من المحافظ عينه. لكن يبدو أن سلطة أصحاب المزرعة أقوى من سلطة القانون والمحافظ،
فمن يضع حدا لكل هذه المخالفات؟ هادي الأمين، قناة الجديد. رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون يدعو المجلس الأعلى للدفاع إلى الانعقاد، ويؤكد أن الوحدة الوطنية مكنت البلاد من مواجهة خطر الإرهاب. تزامنا والتحضيرات الميدانية التي ينفذها الجيش في جرود رأس بعلبك والقاع، دعا رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون المجلس الأعلى للدفاع إلى اجتماع قبل ظهر الثلاثاء في قصر بعبدة لعرض الأوضاع الأمنية في البلاد. وكان عون قد استقبل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى لبنان إليزابيث ريتشارد، حيث جرى تداول أوضاع البلاد العامة في ضوء التطورات الأخيرة وموقف لبنان منها. وأمام وفد من قطاع الانتشار في التيار الوطني الحر، قال رئيس عون إن الوحدة الوطنية حمت لبنان ومكنته من مواجهة الإرهاب. مسيب اليوم 7 آب، 7 آب هي بضمير كل لبناني مجاهد كان في سبيل الاستقلال، يوم من ضربوا شبابنا الطلاب شحطون على الأرض. طبعا ما في عمل وطني بيموت، وكل عميل ببلش كبير وبيصغر، وكل وطني ببلش صغير وبيكبر. الحمد لله قدرنا خلينا لبنان بعيد عن المشاكل الإقليمية وأمننا الاستقرار والأمن فيه، والبرهان نكون هون وشايفين الوضع كيف هو. صحيح في عنا معركة بالجرود بس ما وصلت لهون. الإرهاب بأوروبا وهون ما صار، الإرهاب غطى العالم، ولكن عنا دمنا كيف احناه. وحدتنا الوطنية تعززت، وسعينا للوحدة هاي، والحمد لله كمان شايفينها تبينت بانتخابات الرئاسة، بينت بتأليف الحكومة، بيّن ترجعنا قدرنا عملنا قانون انتخاب جديد في عدالة أكثر، في مساواة أكثر. فإذا كل شيء ماشي نحو الاطمئنان. عون استقبل وفدا من نقابة الطيارين اللبنانيين برئاسة النقيب الطيار فادي خليل، الذي شكر لرئيس الجمهورية الدعم الذي قدمه دائما إلى النقابة حفاظا على حقوق الطيارين اللبنانيين، وعرض عليه عددا من المطالب المتعلقة بعمل الطيارين في الشركات الوطنية. وأكد عون اهتمامه بمطالب الطيارين ومتابعتها من الجهات المعنية. واستقبل عون كذلك أفراد عائلة مؤسس الكفاءات نديم حبيب الشويري مع وفد من المؤسسة، وشكروا لرئيس الجمهورية مواساتهم بفقيدهم. عقدت مصالحة الجبل بين الدروز والمسيحيين عام 2001 برعاية البطريرك الماروني مار نصر الله بطرس صفير. وفي الذكرى 16 للمصالحة التاريخية، برزت تساؤلات حول غياب وليد زنبلاط عن الحفل، كما سجل غياب أبرز القوى المسيحية كالكتائب والوطنيين الأحرار والتيار الوطني الحر. فهل تحولت المصالحة الدرزية المسيحية إلى خلاف مسيحي مسيحي؟ ندوب سياسية واضحة تركتها الذكرى 16 لمصالحة الجبل التاريخية على الأفرقاء السياسيين المسيحيين، وتحديدا التيار الوطني الحر والكتائب اللبنانية، من دون أن ننسى حزب الوطنيين الأحرار الذي غاب رئيسه دوري شمعون بن دير القمر عن الاحتفالية كلها. المصالحة بين المسيحيين والدروز جرت عام 2001، لكن يبدو أن المسيحيين أنفسهم هم من بات يحتاج إلى المصالحة في ظل سياء هذه القوى وحديثها عن إفراغ المصالحة من مضمونها واختصار المناسبة بالقوى المتحالفة انتخابيا. يعني الكتائب بالنسبة للمصالحة هي إما وبيا، هذا الاستثمار يلي عم بيصير منه استثمار، يعني لازم يكون بمعية كل القوى المسيحية، وخاصة 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 صانعي المصالحة حزب الكتائب اللبناني والشيخ أمين جميل. هذا التغييب مقصود للأسف، هذا القصد يعني بتقريبا سرقة المنجزات وبذات الوقت الشهداء وكل المحطات الزمنية، محاولة هلا محاولة للاستغلال الانتخابي. وين بي المصالحة؟ أنا ماني شايف الكتائب بي المصالحة، بعدين اللي بده يبلش بالمصالحة بده يكملها. ثانيا
لما اختلفنا مع الحزب الاشتراكي انتقدونا، لما تصالحنا نحن والاشتراكي هلا كمان انتقدونا، يعني احترنا شو بدنا نعمل مع هؤلاء الجماعة. أغلب القاعدة الحزبية بتشوف هي قوتية، طيب ليش بدهم ياخذوا علينا انه والله عم نعمل مصالحة؟ نحن منا قرط زقيف، يعني جايين على البدنجي حتى الموضوع هيدا، كأنه قالوا لنا تفضلوا يعني كونوا تيموان، كونوا شهود على هالاحتفال هيدا، انه المصالحة الوطنية انجزها فريق واحد او فريقين، خلينا نقول القوات اللبنانية وبكركي. بس ولو ما بيطلعوا اليوم بيقولوا انه هناك فريق كمان مسيحي كتير كبير بيشوف اليوم اسمه التيار الوطني الحر. نواب التيار حضروا إلى كنيسة سيدة التلة، لكنهم قاطعوا حفل الغداء واحتفال المصالحة. الكتائب شاركت في الغداء وقاطعت القداس والاحتفال، لكن ما يجمع بينهما انتقادهما للقوات. يعني هناك تفرد للحقيقة للقوات اللبنانية، إن شاء الله نحن هيدي الإشارة تكون حالة تصحيحية للعم يعملوه. الجبل له خصوصية، وجربوا الدكتور جعجع له خصوصية مش بمقعد انتخابي أو بمقعد وزاري، نروح إشياء مهمة كتير على مستوى الجبل. الوحيد اللي عنده نايب من كل هالأحزاب يمكن بالشوف هن القوات اللبنانية. المنظر الجامع الحقيقي هو يلي صار بظل فخامة رئيس الجمهورية وتحت قبة يعني سيدة التلة. ثم رايح رئيس الجمهورية اللي هو مؤسس التيار الوطني الحر، شو بدهم أكبر من هيك بعد؟ شو من جيب لهم مارشاربيل؟ يعني ما بتزبط. وأمام تمسك كل طرف بأنه هو أم الصبي، تبدو الساحة المسيحية في حاجة ماسة إلى شد أواصرها، على الرغم من ادعاء كل جهة أن ما يجمعها بالآخر أكثر مما يفرقها. دارين دعبوس، قناة الجديد. يحيي التيار الوطني الحر ذكرى 7 من آب في تجمع أمام المتحف الوطني في بيروت. الأجواء مباشرة مع الزميلة رشال كرم. رشال، مساء الخير. مساء الخير لك داليا، ومساء الخير ايضا للمشاهدين. صحيح، يعني بالذكرى ال 16 ل 7 آب 2001، التيار الوطني الحر بهذا المشهد بساحه العدليه يلي بتفصل بين المتحف والامن العام، تجمهروا يرفعون الاعلام، اعلام البرتغاليه واعلام الجيش اللبناني واعلام الاعلام اللبنانيه. هذا المهرجان الصح التعبير لم يتم دعوه اليه الا التيار الوطني الحر وشبابه، ولم يتم دعوه اي احزاب اخرى، إلا أن اليوم سوف يكون رفع لنصب موجود على المسرح. لا أدري إذا كان باستطاعة زميل عصام برجيلي، هذا النصب سوف يبقى في هذه الساحة، وهو عبارة منحوتة يعني تدل على هذا النضال أو على هذا النهار، ساحة 7 من آب، حتى أنه سوف يكون ككلمة لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وأيضا محافظ بيروت زياد شبيب، على اعتبار أن هذه الساحة تم تسميتها من الآن فصاعدا ساحة 7 من آب. توني أوريان إلى جانبي داليا، وهو أحد الشباب يلي أكلتوا قتل نهارتها بسبعة آب، وكيف في عندكم هيدا القوة يلي كانت موجودة اليوم؟ شو وقت تشوف هذا المشهد تلاقي أنه الساحة صار اسمها على اسم كان بوقتها يعتبر ضد السوريين وضد الوجود السوري، شو نحن بالنسبة لنا ما قصة أنه أكلنا قتلة أو كم كف وكم ضربة، هي القصة مسيرة حياة بلش من 90 للحظة، هيدا أكيد ما بيوقف وما بيختصر حتى بنهار. هي محطة من محطات قطعنا فيها ومكملين، وهيدا شيء كله بالنسبة لنا اللي عملناه، ما هو شيء قدام الناس اللي استشهدوا كرمالنا، كرمال عطيوا دمهم كرمالنا. أكيد هيدا كل اللي عملناه بيبقى صغير قدامهم، بس نحنا واجباتنا نذكر بتاريخنا من محطاتنا هذا التاريخ اللي حصل. بس في فشة خلق؟ لا أكيد لا، لأنه أصلاً بلحظتها ومن بعدها نحنا سامحنا. أكيد ما في فشة خلق، من ناس سامحوا اللي قتلون، سامحوا اللي ضربون ودعيوه إيد بإيد تيرجعوا يبنوا هالبلد، لأن كنا عم نعمله ما كنا عم نعمله عن حقد، كنا عم نعمله عن حب مخلص لوطننا. شكرا لك
معك توني أوريان. داليا طبيعة الحال مثل توني أوريان كثير من الموجودين اليوم بهذه الساحة، ساحة 7 من آب، أيضا من الأشخاص الناضلوا بعد النهار واللي أيضا تم سجنهم بالسجون اللبنانية. على إشارة أخيرة أنه بعض النواب وغالبية النواب طائر الوطن الحر ووزراء يشاركون في هذا المهرجان، الذي أعود أذكر بأنه ما المبدأ سوف يبدأ عند الساعة 8:30 ليكون في كلمة لرئيس طائر الوطن الحر طبيعة الحال تجديد على هذا الخطاب وكلمة للمحافظ زياد شبيب. داليا. نعم شكرا للزميلة راشال كرم الذي كانت معنا مباشرة من أمام المتحف الوطني. بعد الإعلان قلب طفل في قلب طفل، عقوبات من كل الجهات، وأصبح للعنف الأسري قانون. تقدم رئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر من وزير العدل سليم جريصاتي بطلب إنهاء خدماته وتصفية حقوقه، وجاء في الكتاب الذي حصلت الجديد على نسخة منه لما كانت خدماتي في السلك القضائي قد بلغت 44 عاما وسبعة أشهر، ولما كنت لأسباب شخصية بحت أرغب بإنهاء خدماتي وتصفية حقوقي بهذه الصفة وفقا للقوانين، لذلك أتقدم بهذا الطلب آملا الموافقة عليه كرئيس لمجلس شورى الدولة. وعلق وزير الأشغال العامة يوسف فينيانوس بالتساؤل عبر تويتر: هل تصدقون أن الرئيس شكري صادر قد رفع إلى وزير العدل طلب إنهاء خدماته؟ وقال: يبدو أن هناك كثيرا من الطقوس وقليلا من الإيمان، بينما المطلوب كثير من الطقوس وقليل من الإيمان. المركز الطبي في الجامعة الأمريكية يعلن نجاح عملية زرع قلب لطفل، والواهب طفل أيضا. 24 ساعة يغادر طفل السنوات الأربع الذي فضلت عائلته عدم الكشف عن اسمه سريره في غرفة العناية الفائقة في مركز قلب الأطفال في المركز الطبي في الجامعة الأمريكية بقلب نابض يعده بحياة صحية وعمر مديد، بعدما خضع قبل نحو شهرين لعملية زراعة قلب تكللت بالنجاح. هذا الإنجاز النوعي الذي يشهده لبنان للمرة الأولى اختتم معاناة الطفل الذي ولد مع تشوه خلقي في القلب وخضع لثلاث عمليات جراحية باءت كلها بالفشل، ما أقعده وجعله يشكو صعوبة في التنفس. وللغاية كان مؤتمر لفريق هذا الإنجاز الطبي بمعية وزير الصحة غسان حاسباني. هذا بيأكد أنه لبنان مازال بمكانه الصحيح بالمرتبة الأولى في العالم العربي من ناحية الخدمات الصحية ونوعيتها. هالعمل بيأكد أيضا أنه في ضرورة وواجب لكل إنسان أن يتبرع بأعضائه، لأنه لو لم يكن هناك متبرع لأهله وافقوا أنه يتبرع الطفل بأعضائه عندما ماتوا لطفل آخر، ما كنا قدرنا بساعات قليلة ننقذ حياة طفل آخر. نحن لولا ثقافة العطاء من العائلة الواهبة من وزارة الصحة اللي هي تكفلت بقسم من تكلفة هالعملية الغالية مع الجامعة الأمريكية في بيروت وإدارتها ومع الجمعية الداعمة بريف هارت فند، اللي هن قالونا أنه هالبلد في خير وفي عطاء وفي ناس فيها تساعد، وإذا اشتغلنا كلنا كفريق واحد فينا نعطي أفضل خدمات في العالم. طفل عمره 4 سنوات، خلق عنده نص قلب، وقدرنا نقدم له العلاج اللي مبدئيا بيخليه يكفي حياته بشكل شبه طبيعي. فريق العمل بلش يشتغل من الصبح، بس عرفنا أنه عندنا متبرع، اشتغلوا 30 أو 40 طبيب بكذا فريق كل نهار، حتى أخذنا الضوء الأخضر الساعة 8 بالليل، بقيت العملية بغرفة العمليات ل 8 الصبح وتكللت بالنجاح. برهن أنه وصلنا نحن لمركز عالي كبير بالنسبة مش بس للزراعة بحد ذاتها، بس للنتائج. المريض إن شاء الله حيخرج اليوم خلال 24 ساعة حيطلع من المستشفى والحمد لله بصحة ممتازة، والفضل بعود للتعاون الكبير ما بين وزارة الصحة، المركز الطبي، الفريق الطبي الشامل يلي أدى كل جهد وكل وقته ليعطي أفضل إنتاج لعملية صعبة جدا ومعقدة. وكان تشديد على أهمية وهب الأعضاء وتشجيعها في لبنان لمنح فرصة العيش بطمأنينة لمن يمكن إنقاذهم بعضو متبرع أو واهب ينقذ حياتهم.
النجمة سقطت عن ختم كاتبة عدل ونماذج أختام التواقيع التي أفرجت عنها وزارة العدل بعد تحقيق الجديد تعزز الشكوك حول الكاتبة العدل ريان قبيسي. وزارة العدل تتغاضى عن مخالفة كاتب عدل وتتمنع عن توفير أختام وتوقيع كاتبة عدل. في 21 من تموز عرضت قناة الجديد تقريرا تلفزيونيا تناولت فيه تمنع وزارة العدل عن إعطاء المحامي بلال الزين نماذج أختام وتوقيع الكاتبة العدل في بيروت راء قاف. وعلى الرغم من حرص القناة على عدم ذكر الاسم كاملا، فقد تلقت القناة ردا من كاتبة العدل معلنة فيه اسمها كاملا. ردت الكاتبة العدل في بيروت ريان قبيسي في كتاب موجه بواسطة الكاتب العدل في بيروت شكيب جعفر إلى شركة تلفزيون الجديد بالقول: لا قيمة قانونية للاستنتاجات الوهمية التي ساقها ضيفكم عبر شاشتكم. يوم ذاك رجح المحامي أن عدم تلبية وزارة العدل لطلبه تسليم نسخة عن نماذج الأختام والتوقيع يطرح علامات استفهام عدة. طريقة الجواب والمعلومات اللي وردتني حول مواضيع أخرى أنا مالي علاقة فيها تحوم حول هذه الكاتبة العدل بتخليني شك أنه في حدا عم يجرب يحميها. على خلفية التقرير أفرجت وزارة العدل عن نماذج وأختام كتاب العدل، وتمكن المحامي بلال الزين من الاستحصال على نسخة منها، وظهر ما كان مرجحا. في حزيران من عام 2014 ترسل قبيسي إلى وزير العدل آنذاك أشرف ريفي كتابا تعلن فيه استبدال ختمها القديم واعتماد ختم جديد. وفي معاملة صادرة عن مكتب قبيسي في 19 من نيسان عام 2013، أي قبل سنة وشهرين من استبدال الختم، يظهر ختم آخر على المعاملة يعلوه توقيع قبيسي. الفروق بسيطة، وفي المقارنة تسقط النجمة بين الختم التي صرح قبيسي باستخدامه وذلك الذي يظهر على معاملة صادرة من مكتبها. وجود تعدد الأختام وأختام غير مصرح عنا لوزارة العدل تلقائيا بيغدق للاشتباه بانه في اعمال غير صحيحه وغير قانونيه عم بتتم، وهذا ما ثبت خلال الاطلاع على نوعيه هذه صحيح وهذا اللي ثبت من خلال الاطلاع على نماذج الاختام من بعد الحصول عليها. هيدي اول شيء مخالفه مسلكيه اساسيه، وثاني شيء تنم عن عمل غير صحيح او غير قانوني، قصدك عمل مشبوه. هي نجمة سقطت من الختم المصرح به وذلك الذي يتربع على معاملات خرجت من مكتب الكاتبة العدل ريان قبيسي، لكن النجمة الساقطة كافية أن تسقط معها أصحاب حقوق مروا على مكتب كاتبة العدل. آدم شمس الدين، قناة الجديد. مر عامان على إقرار قانون 293 لحماية النساء من العنف الأسري. ففي الأول من نيسان من عام 2014 سجلت خطوة مهمة على طريق حماية المرأة، إذ منحت قانونا خيار اللجوء إلى السلطات في حال تعرضت للعنف على يد أحد أفراد أسرتها، ونالت بموجبه 175 سيدة قرارات الحماية لغاية اليوم في مختلف المناطق اللبنانية. إلا أن القانون تضمن ثغرا جرى استدراكها في قانون جديد ليصبح العنف الأسري جريمة بحد ذاتها لها عقوبات خاصة وقضاة. بين سلة التعيينات ودق ناقوس الخطر الاقتصادي مرر مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة ما هو محق، فبناء على طلب رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون ومن خارج جدول الأعمال أقر اقتراح قانون مقدم من منظمة كفا بالتعاون مع وزارة العدل يدخل تعديلات إلى قانون العنف الأسري رقم 293. أبرز شيء تعدل بالقانون أنه صار القانون بطل مربك للقاضي، يعني صارت جريمة العنف الأسري جريمة قائمة بحد ذاتها، بطل القاضي مضطر يرجع على كذا قانون ليشوف هيدا الجرم مشمول بقانون العنف الأسري ولا مش مشمول. الاعتقال من 20 سنة إلى 25 سنة إذا أقدم أحد أفراد الأسرة على قتل الآخر عن قصد. الاعتقال 7 إذا أدى العنف إلى التسبب بوفاة أحد أفراد الأسرة من غير قصد القتل. التسبب بوفاة مثل
انه شخص بيكون عم يضرب مرته مثل ما نحن بناخذ دائما قضيه رولا يعقوب انه كان عم يضربها بالعصايه على راسها فقتلت، يعني هيدا تسبب بوفاه. اذا ادى العنف الى الاستغلال الجنسي او الحض على الدعاره او التسول لاي فرد من افراد الاسره يعمل بالعقوبات المنصوص عليها في قانون معاقبه جريمه الاتجار بالاشخاص، الحبس من 3 أشهر الى 3 سنوات وبغرامه تتراوح بين الحد الادنى للاجور وثلاثه اضعافه اذا ادى العنف الى أي ضرر معنوي أو جسدي، الحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات مع غرامة مالية إذا أدى العنف إلى ضرر اقتصادي، مثل الحرمان من الموارد المالية مثل مثلا أنه بياخد لها معاشة آخر الشهر، مش بس أنه ما بينفق عليها أو ما بيصرف عليها. الاعتقال من 10 سنوات إلى 15 سنة إذا أدى العنف إلى أي تشويه في معالم الجسم أو أي عطل جسدي دائم. اللي جربنا نحطه بهذا القانون أنه يصير في عنا قضاة متخصصين بكل مراحل التحقيق والمحاكمة، يعني يصير عندنا قاضي تحقيق مكلف بالعنف الأسري، يصير عندنا قاضي منفرد جزائي مكلف بالعنف الأسري، فيكون في عندنا تخصص عند القضاة. أضفنا للاختصاص كان في عندنا إشكالية من التطبيق عم بتبين هي حماية القاصر المتزوجة، لأنه القاصر إذا بدها تلجأ لقاضي المستعجل بدها ولي أمر، ومش دايما الفتيات مدعومين من الولي الأمر، يعني مش دايما بيا قبلين أنها تروح تنحمى من العنف الزوجي، وهي لوحدها ما بتقدر تلجأ لقاضي الأمور المستعجلة لأنه ما عندها الأهلية للتقاضي. وقاضي الأحداث اللي هي تقدر تلجأ له من دون ولي أمر كحدث ما عنده الصلاحية أنه يتخذ هذه التدابير الموجودة بقانون حماية النساء من العنف الأسري، فهلأ بالمشروع التعديل صار عنده قاضي الأحداث هذه الصلاحية، بيقدر هو يحمي الحدث المتزوجة ويتخذ قرار حماية بكل مفاعيله وضمينه. الروادع الأساسية للحد من هذه الجريمة الأسرية وضعت وسدت ثغرها في انتظار إقرارها في المجلس النيابي لإدخالها إلى حيز التنفيذ. ليال سعد، قناة الجديد. بعد العقوبات الأمريكية، لبنان تحت مجهر العقوبات الخليجية. خلال أشهر سيتعرض لحصار سياسي واقتصادي كبير دولي وعربي. لبنان؟ طبعا. تقاطعت معلومات عن استياء خليجي من لبنان قد يؤدي إلى عقوبات سياسية اقتصادية على غرار العقوبات الأمريكية. أربكت الأفرقاء السياسيين بعدما صبت خلية العبدلي في الكويت زيتا على طاولة مجلس الوزراء، ما دفع الأمين العام لحزب الله إلى تطويقها من خلال دحضها ووضعها في إطار الاتهامات السياسية. أريد أن أؤكد على حرص حزب الله الكبير والأكيد والشديد على أحسن العلاقات بين لبنان والكويت. نحن نراهن ونقدر أبوة سمو الأمير أمير الكويت ونقدر حكمته. تعامل معه بمرونة حسب الله مسألة الكويت. نحن بدنا مرونة مماثلة مع كل دول الخليج. نحن ما بدنا حسب الله ولا موهومين أنه حسب الله حيغير رأيه أو موقفه استراتيجي أو موقفه الإقليمي من دول الخليج. بس فيما يتعلق بارتدادات موقفه أو باتهامات اللي عم تتوجه له وبتنعكس على اللبنانية بالخليج أو ربما تنعكس على عقوبات جديدة في لبنان، سيكون الأمر كارثياً. ولم يخفى استياء دول الخليج من سيطرة حزب الله على ميدان القتال في معركة جرود عرسال لتكون معركة الجيش على تنظيم الدولة، ودور حزب الله فيها هما بوصلة العلاقات بين لبنان والخليج. إذا تولت الدولة عبر الجيش اللبناني المشهد كله سوا بصناعة الحدث الأمني المقبل، وقدرنا نجحنا بإذن الله ونجح الجيش اللبناني بتحرير جرود راس بعلبك والقاع بدون تورط بمسألة إقليمية جديدة اسمها عم بيضغطوا عليها حزب الله وغيره من حلفاء سوريا في لبنان للتعاون مع النظام السوري. إذا نحن عملنا لبنانة المعركة بالكامل بكل عناصرها، ساعتها نقدر نفرض واقع جديد على دول الخليج وعلى دول الغرب قاطبة. خلاصنا بيكون هون، تخفيف الوطأة علينا وتخفيف العقوبات علينا بيكون هون. احنا قادمين على صراع إيراني خليجي على الأراضي اللبنانية. إذا نحن الطرف اللبناني الرسمي الحكومة رئيس الجمهورية الأطراف المعنية بالمشاركة في الحكم ما قدرت منعت
هذه المواجهة سوف نكون مسرح لهذه المواجهة. نعم، مصير ما يقارب 400 ألف لبناني في دول الخليج يبقى متأرجحا، لا سيما بعد تصريح رئيس الجمهورية ميشيل عون أن سلاح الحزب ضروري ومكمل لسلاح الجيش اللبناني. طالما في أرض محتلة من إسرائيل وطالما الجيش اللبناني ليس قويا كفاية ليحارب إسرائيل ليقف بوجهها، أكيد نحن نشعر بضرورة وجوده. وبعد الغطاء السياسي الذي منحته الحكومة لمعركة جرود عرسال على اعتبار أن حزب الله هو شريك في الحكومة والبرلمان، تطورات لم تقنع مجلس التعاون الخليجي، ما يمكن أن يسبب إجراءات اقتصادية ومالية وتحذيرا من سفر الرعاية إلى لبنان، وقد يصل إلى خفض التمثيل الدبلوماسي. رواند أبو خزام، قناة الجديد. الوزير السابق إبراهيم شمس الدين يتهم المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ورئيس مجلس النواب نبيه بري بمصادرة أملاك جمعية الإمام محمد مهدي شمس الدين. يستمر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى المملوك من جناب الأستاذ نبيه بري في اعتداءاته على مؤسسات الإمام شمس الدين ومحاولته الاستيلاء عليها وادعاء وقفيتها زوراً ومحاولة تسجيلها أنها من أملاك وقف المجلس الشيعي، رغم أن العقار الذي تشغله هذه المؤسسات بشكل قانوني كلياً تعود ملكيته إلى بلدية بيروت، وكذلك كل المباني الموجودة عليه عند انتهاء فترة العقد. المجلس الشيعي الذي لم يعد شاغلوه بالتمديد القهري يحترمون لا الشريعة ولا القانون ولا الأنظمة الداخلية الخاصة به، إنما يريدون الاستيلاء على حقوق الغير وإقصائهم باستعمال الشعار الديني أو استلحاقهم واستعبادهم باسم السلطة الدينية الممجوجة والمدعومة من الزعامة الطائفية التي تريد أن تؤبد نفسها، بحيث ينطبق عليهم قول اتخذوا مال الله دولا وعباد الله خولا. تستمر عناصر ميليشيا مرتبطة بعين التينة وتتصرف تحت عنوان مجلس شيعي بالتعدي على مجمع الإمام شمس الدين بالدخول عنوة ليلا ونهارا والتهديد والشتم ووضع المخالفات وسرقة الكهرباء وتهديد الموظفين وتهديد عائلاتهم وحتى ضرب بعضهم. ومن هؤلاء المدعو حسين عبد الأمير دمشق الذي يبرز اسمه في كل اعتداء والذي تم تقديم شكاوى ضده في محاضر تشير إليه تحديدا، وفي حين يتم استدعاء موظفين من الجمعية إلى المخفر للتحقيق معهم أو الاستماع إلى إفادتهم، لم يتم استدعاء المدعو حسين عبد الأمير دمشق إطلاقا. أقول للحزب العظيم الذي يدعو نفسه حزب الله إن تحرير أراض لبنانية من أمراء جرود وإرهاب لا يبرر أبدا السكوت أو ربما الرضا عن أمراء شوارع وخوات وإفساد وترويع، وهم قد حولوا أحياءنا ومدننا إلى جرود عارية من القانون ومن الأمان ومن الكرامة. بلدة عينيت الجنوبية تكرم الشاعر الراحل نظام الدين فضل الله بمهرجان الشعر العربي وتطلق كتابه ذاكرة القوافي لنجله النائب حسن فضل الله. شهدت بلدة عيناتا في قضاء بنت جبيل لقاء سياسيا شعبيا ثقافيا حاشدا احتضنه مسرح الانتصار في البلدة، حيث أقام منتدى جبل عامل للثقافة والأدب مهرجان الشعر العربي الذي شاركت فيه نخبة من الشعراء اللبنانيين والعرب تكريما للشاعر الراحل السيد نظام الدين فضل الله لمناسبة إطلاق كتاب ذاكرة القوافي الذي جمع فيه نجله النائب حسن فضل الله قصائد والده، إضافة إلى إلقاء الضوء على سيرته الدينية الأدبية والنضالية والاجتماعية بحضور ممثلي رئيس مجلس النواب وشخصيات سياسية وحزبية ودينية وثقافية واجتماعية، فيما خص رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون المهرجان برسالة تهنئة وباقة ورد زينت المسرح. ذاكرة القوافي ديوان شاعر أبحر بين لجج المعاني
فانتقى منها الجواهر. وحكاية تاريخ عاملي نمشي دروبه التي أوصلت هذا الجيل من الشعراء إلى القصائد التي نسجوا معانيها وعزفوا أوتارها، دروب مرت بحقب تاريخية طويلة وشقتها أيد كثيرة، حفرت في الصخر وعلى التلال وفي الوديان، وخضبت بدماء غالية لتكون لهذا الجبل العاملي مدارس علمه ومنابر شعره وميادين جهاده. نستعيد هذه الذاكرة من خلال وهج هذا الحضور الذي تزدان به هذه القاعة، وهي التي تحمل اسم الانتصار، تيمنا بنصر آب 2006 المضمخ بدم الشهداء من عيناثة ورفيقاتها، خاصة في قرى الجوار. وكانت قصائد شعرية لشعراء جورج شكور والشاعر العراقي وطارق ناصر الدين ومعروف فضل الله وغسان مطر والشاعر المصري أحمد بخيت. واختتم المهرجان بتوزيع الكتاب على الحاضرين كهدية عن روح الشاعر وأرواح شهداء المقاومة. وإلى فن الخبر مع الزميلة دارين شاهين. مرحبا، شو آخر أخبار الفنان أيمن زبيب والفنان أمير يزبيك؟ منتابع سوا بهالتقرير اللي أعدى لنا إياه الزميل عمر خداج. كما وأحيى الفنان أمير يزبك حفلاً غنائياً لأولاد شهداء الجيش من 3 سنوات لغاية 15 سنة لمناسبة عيد الجيش بحضور العميد الركن البحري نزيه الجبيلي ممثلاً عن قائد الجيش العماد جوزيف عون وشخصيات عسكرية وإعلامية. بدي أشكر الجميع، بدي أشكر المؤسسة الشريفة القائد اللي سمح لنا نستدعي أولاد من جميع المناطق اللبنانية، بياتهم استشهدوا من ضباط ورتباء وأفراد بالجيش اللبناني، هيدا شرف عظيم لإلي. وبالخبر الأخير، أطلقت بلدة مزبود مهرجاناتها بيوم تعددت نشاطات فيه وختمت بسهرة أحياها الفنان أيمن زبيب. أنا كتير مبسوط، دهشت بالناس والعالم، وهذا لبنان، وأنا إقليمي الخروب عندي سبق وجيت بأول بداياتي. مزبوط من الضيعة اللي بحبها كتير، كل بلد بلبنان هي ضيعتنا وأهلها أهلنا، فأنا بتشكرهم من كل قلبي، وبتمنى كل ضيعة لبنانية قادرة أو مش قادرة يعملوا قدر المستطاع ليدخلوا السعادة للناس. مش عم بعرف شو هالحب اللي بحبك هو، كل ما بشوفك بعد قلبي بيدق بقوي، بعدك عم تغلي بعيوني عم بتزيد في جنوني، كل يوم بشوفك عن يوم أكتر محلوي. هيدا كان كل شيء بالنسبة لنشرة فن الخبر. بحضور حاشد من نواب البقاع الأوسط وشخصيات الدينية والقضائية والفعاليات الاجتماعية والثقافية، كرم رجل الأعمال إبراهيم الصقر راعي أبرشية زحل المارونية المطران جوزيف معوض بحفل أقامه في دارته بحوش الأمراء زحلة. وللمناسبة أقيم قداس رأسه المطران معوض في كنيسة منزل الصقر، تلته مأدوبة عشاء على شرف المكرم. تخللت العشاء كلمة رحب فيها الصقر بالمطران معوض وبالحاضرين، ثم قدم هدية تذكارية إليه. بعد الإعلان إلى الدير يدور. محققة بلا سلطة والليدي انحكمت. أهلا بكم من جديد. الجيش السوري يتقدم باتجاه آخر مدن محافظة الرقة بعد بسط سيطرته على مدينة السخنة في محافظة حمص.
بعدما سيطر الجيش السوري على السخنة في حمص وهي المدينة الأخيرة للتنظيم في هذه المحافظة، فتح الطريق له في اتجاه محافظة دير الزور حيث يتمركز التنظيم. وإلى جانب تحريره السخنة أحرز الجيش تقدما مهما في جنوبي مدينة الرقة، ولم يعد يفصله سوى 4 كيلومترات عن مدينة معدان وهي آخر مدن داعش في محافظة الرقة وتقع قرب الحدود مع محافظة دير الزور والرقة. وتعد دير الزور البوابة الرئيسة لسوريا والعراق والطريق الواصلة بين بغداد ودمشق، وهي كبريات مدن الشرق السوري والبادية، وتكتسب المعارك فيها أهمية كبيرة بسبب التطورات على الأرض في البادية السورية والرقة، إذ يتحرك الجيش السوري في اتجاه دير الزور من جهة البادية بتغطية من روسيا سعيا لقطع الطريق على فصائل الجيش السوري الحر، ومن أجل فتح طريق دمشق بغداد وكبح أي تقدم من المعارضة من البادية باتجاه دير الزور. ولا تزال وحدات الجيش تحتفظ بجيب في قلب مدينة دير الزور، إذ تسيطر على 3 أحياء هي الجورة والقصور وهرابش إلى جانب المطار العسكري، وهو محاصر في هذه المناطق من داعش ويعتمد على الإمداد الجوي الروسي. من جهة أخرى، تمكن أصدقاء أمريكا في قوات سوريا الديمقراطية من دخول الحدود الإدارية لدير الزور من الجهة الشمالية الغربية في إطار عمليات عزل داعش في مدينة الرقة. وتظل دير الزور من أهم أهداف كل من المتحالفين الأمريكي والروسي ومسلحي داعش، فمن يسيطر على دير الزور يتحكم بواحدة من أهم أوراق الأزمة وهي الحدود السورية العراقية. وسعت الولايات المتحدة مرارا للسيطرة على هذه المنطقة الاستراتيجية، وجرت محاولاتها قبل عام عندما دفعت بقوات تسمى جيش سوريا الجديد للسيطرة على مدينة البوكمال التي تعد أحد مفاتيح دير الزور، لكن المحاولة منيت بفشل ذريع وحل هذا الجيش، وأنشئت قوات تسمى مغاوير الثورة دربتها القوات الأمريكية في الأردن. لكن قبل أن ينتهي إعداد هذه القوات للانطلاق بمنطقة التنف قرب الحدود الأردنية نحو الحدود السورية مع العراق، شنت القوات السورية وحلفاؤها هجوما مباغتا توقع منطقة التنف وعزلها عن سائر الأراضي السورية لتفقد القاعدة الأمريكية في التنف أهميتها، وتحاول إعادة الكرة عبر تأليف جيش التحرير الوطني على أن تكون قوات مغاوير الثورة النواة الأساسية لتشكيله. لكن لا يبدو أن التحالف الأمريكي قادر على تغيير مسار المعركة حول الحدود السورية العراقية، ولا يكون في مقدور بقايا قوات داعش المنهارة الصمود طويلا أمام الهجمات السورية، فيما أصبحت سيطرة الجيش السوري وحلفائه على دير الزور ومن بعدها على الحدود مع العراق مسألة وقت لا أكثر. على الرغم من مرور شهرين على الأزمة الخليجية، واصل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وساطته للخروج بحل سلمي لها، وأوفد اليوم وزير خارجيته الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح إلى السعودية ومصر حاملا رسالتين خطيتين إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. ويرافق وزير الخارجية الكويتي في جولته وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء و وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح. ولم توضح وكالة الأنباء الكويتية مضمون الرسالتين إلا أن أمير الكويت يقود جهود وساطة لحل الأزمة الخليجية منذ 5 حزيران الماضي، يوم قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها بقطر وفرضت عليها إجراءات عقابية بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة بشدة. غادر الملك الأردني عبد الله الثاني والوفد المرافق مدينة رام الله في ختام زيارة نادرة استمرت 1.5 ساعة، التقى فيها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأبرز القيادات الفلسطينية. وتناولت الاجتماعات الأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية في أعقاب الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة في المسجد الأقصى وما جرى في مدينة القدس المحتلة من توتر في الشهر الماضي لكون الأردن صاحب الوصاية على المقدسات بدعم فلسطيني. وكان الملك قد صرح قبل الزيارة بأن مستقبل القضية الفلسطينية على المحك وأن الوصول إلى حل يزداد صعوبة، وقال لن يكون هناك أي اختراق في عملية السلام ما لم يكن هناك التزام أمريكي بدعم التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية. وأضاف في بيان صادر عن الديوان الملكي: لولا الوصاية الهاشمية وصمود المقدسيين لضاعت المقدسات منذ سنوات، ونحاول كل جهدنا لتحمل مسؤولياتنا، ونجاحنا يتطلب الموقف الواحد مع الأشقاء.
يزور وفد برلماني يضم نوابا من عدد من الأحزاب التونسية دمشق، وقد استهل زيارته بلقاء الوزير نجاح العطار والنائب نجدة أنزور قبل أن يلتقي لاحقا الرئيس السوري بشار الأسد، الذي أكد أمامه أن نقاط الضعف في الأقطار العربية متشابهة وأن الاستهداف الخارجي لدولنا العربية واحد ولكن تحت عناوين ومسميات مختلفة. وأكد الأسد أن دور البرلمانات العربية أساسي من أجل تبادل الخبرات والتجارب ولخلق حال من الحوار حول الوضع الحالي والمستقبل، معتبرا أن التدخلات الخارجية ستستمر بهدف تبديل هويتنا العربية وتقسيمنا إلى طوائف وجماعات صغيرة. وأشاد أعضاء الوفد البرلماني التونسي خلال لقاء الرئيس الأسد بمسيرة المصالحات التي تنتهجها سوريا. قالت المدعية العامة السابقة المتخصصة في جرائم حرب كارلا ديل بونتي إنها ستستقيل قريبا من لجنة تحقيق أممية حول سوريا، وبررت قرارها بعدم تلقي الدعم من مجلس الأمن، وأضافت إنها كتبت قرار استقالتها وسترسله في الأيام المقبلة، مشيرة إلى أنها ستغادر اللجنة الأممية بعد أن تشارك في الدورة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في أيلول المقبل. ونقلت صحيفة سويسرية عن المدعية العامة السابقة قولها في مقابلة أجرتها معها: أنا محبطة، لقد استسلمت، سأترك هذه اللجنة التي لا تحظى بدعمي أي إرادة سياسية. وأضافت: لا أملك أي سلطة ما دام مجلس الأمن لا يفعل شيئا، نحن بلا سلطة ولا توجد عدالة من أجل سوريا. وباستقالة ديل بونتي يظل عضوان في لجنة التحقيق الأممية بشأن جرائم الحرب في سوريا، وهما البرازيلي باولو سيرجيو والأمريكية كارين أبو زيد، وكانت المدعية السابقة قد انضمت إلى هذه اللجنة قبل 5 سنوات. الليدي ديانا تكشف كيف واجهت زوجها تشارلز وعشيقته كاميلا بخيانتهما لها. في الذكرى 20 لرحيل الليدي ديانا، بثت القناة الرابعة في التلفزة البريطانية فيلما وثائقيا عنوانه ديانا in her own words، أي ديانا بكلماتها. تظهر أميرة القلوب وهي تتحدث عن خيانة زوجها الأمير تشارلز لها، حيث قالت: ضبطته جالسا على كرسي الحمام يتحدث مع عشيقته كاميليا. ووصفت الليدي دي كاميليا في التسجيلات بأنها وقحة بعدما استمعت إلى مكالمتهما الفاضحة، وتحدثت عن رغبتها في منع تشارلز من أن يصبح ملكا. وكشفت أيضا عن حوار دار بينها وبين الخائنة بعدما قررت كشف الأمر والتحدث بكل ما كشفته عن خيانتها لها مع زوجها، ذاكرة كيف خرجت للحديث إليها عندما كانت وتشارلز وصديق لهما في حديقة منزل أحد الأصدقاء. So I said, "Camilla, would you like to sit down?" So we sat down, and I was terrified. And I said, "Camilla, I'd just like you to know, so I know exactly what's going on." And she said, "I don't know what you're talking about." And I said, "I know what's going on between you and Charles, and I just want you to know that." And she said to me, very interesting, she said to me, "You've got everything you've ever wanted. All the men in the world fall in love with you. You've got 2 beautiful children, what more would you want?" And I didn't believe what she said anyway. So I said, "I want my husband." And she said, "Well," and she looked down the whole time. I said to her, "I'm sorry I'm in the way. I obviously am in the way. And it must be hell for both of you. But I didn't know what's going on, don't you? No, I can do it." In the car on the way back, my husband was over me like a bad rash. I cried like I've never cried before. It was anger. It was 7 years of pent-up anger coming out. Cried. I didn't sleep that night. And the next morning I woke up and I felt different. Shift, tremendous shift. I'd done something, said what I felt. وروت الأميرة كيف أخبرت زوجها بأنها على علم بكل علاقته بكاميليا. يذكر أن الأمير تشارلز تزوج من كاميليا بعد سنوات من وفاة الليدي ديانا بحادث سير مروع قيل إنه منظم. وإلى ترند مع الزميلة سرات صالحة. مرحبا. حملة شهدتها دالية الروشة لتنظيف الشاطئ عم بتلاقي صدى على مواقع التواصل تحت هاشتاج بلا بلاستيك. هدف الحملة حسب المنظمين هو مش فقط معالجة مشكلة النفايات، وإنما تغيير العادات اليومية عبر رفع التوعية حول آثار استخدام
أي من المنتجات يلي بتحتوي على البلاستيك. يذكر أيضا أنه جميع العبوات يلي تم جمعها رح يتم استخدامها بعمل فني عم يقوموا فيه طلاب الجامعة الأمريكية بيرمز لغزو البلاستيك، ورح يتم عرضه بمهرجان إهدن ب 12 أب. مننتقل مع خبر مؤسف لجميع مستخدمي فيسبوك جروب لتنظيم تواصلهم مع أصدقائهم ومشاركة أخبارهم بشكل أسهل ومحدد، لأنه التطبيق رح يتم توقيفه حسب ما أعلنت فيسبوك ابتداء من الشهر القادم. فيسبوك ما قدمت أسباب كافية لتوقيف هالتطبيق غير رغبتها بتطوير مجموعات تطبيق فيسبوك الرئيسي وتحسين المميزات يلي بيوفرها للمستخدمين. ومن تغييرات فيسبوك منروح على سناب شات يلي عم بتعاني من حذر وخوف عم يعيشه المدير التنفيذي من بعد نسخ معظم مميزات تطبيقه وسرقتها. هالحذر المبرر عم يعاني منه موظفي سناب شات البالغ عددهم 2500، خاصة من بعد خطوات الحماية الإضافية يلي اتبعتها الشركة خلال الأشهر الأخيرة من بعد حادثة تسريب ميزة الخرائط للصحافة قبل أيام من إعلانها بشكل رسمي، الشيء اللي دفع الرئيس التنفيذي لإرسال رسالة لجميع الموظفين ضمنت عبارة الشعور بخيبة الأمل ليلحق هالشيء إجراءات خصوصية صارمة أكثر مع الموظفين. وخبرنا الأخير مع كوفرز هواتف آيفون البراقة يلي انتشرت مؤخراً ويلي تم سحبها من الأسواق من بعد إصابة حوالي 24 شخص استخدموها بحروق بالغة حساسية وبثور، وهالشي بسبب تسرب السائل يلي جواتها من بعد أي وقعة بيتعرض للهاتف. أكثر من 275 ألف كوفر تم سحبهم من أهم المتاجر بالسوق من بعد ما طالبت الشركة المصنعة بسحب البضاعة مباشرة، ولكنها رفضت ذكر نوع السائل المستخدم داخل هالأغلفة. ومع هالخبر الصادم أنا بدي ودعكم. لمزيد من التفاصيل تابعونا عبر صفحة ترينز أو عبر صفحاتي على فيسبوك، تويتر، إنستغرام، سناب شات، وما تنسوا تتاج أند هاشتاج ترينز حتى نقدر نتبع أخباركم ونقولها بنشرات لاحقة. باي. كان في النشرة فضيحة الأدوية بالمراسلات الداخلية. إنه ما الموضوع موضوع نوعية الدواء، الموضوع كان بالكميات الدواء. دولة المزرعة أقوى من سلطة القانون. محافظ لبنان الجنوبي وقال إنه هيدي المزرعة منا قانونية ولا ممكن تصير قانونية. المسيحيون للمسيحيين أنا ما بصالح. نحن منا قرط زقيفي. شو بدهم أكبر من هيك بعد؟ شو من جيب لهم مشاربي يعني؟ ما بتزبط. زوبعة في الجرود. مهمتنا رح تكون نحن والجيش السوري من الناحية السورية باتجاه الجرود. غارة باسيل خرقت هدوء الجبهة. هلا قبلكم انتو اذا بتدمعوا هون نحن نبكي تحت. في فن الخبر امير يزبك يكرم الجيش اللبناني. جيش اللبناني. في ترند غطاء براق حراق فاحذروا. لمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الجديد دوت تي في وعلى فيسبوك الجديد أونلاين وتويتر الجديد نيوز. نشكركم على طيب المتابعة ودمتم بأمان الله.